إذا عندك برشا حاجات تحب تعملهم وماكش نجم تبدأ حتى شيء، وكي تبدأ أي حاجة في ساعة ما تفد وما تكملش وتقول لروحك خلي نوخرهم للنهار اللي نكون فيه موتيفي، عندي لك الحل المثبت تبيا باش تتغلب على البروكراستيناسيون وتولي قادر تعمل أي حاجة تحب عليها في الدنيا هذه. لازمك تعرف اللي كان كل يوم قاعد توخر في الحاجات اللي لازمك تعملها فإنه سبب أنك تقول لروحك في حاجات من نوع تو وقت نحس روحي حاضر تو نبدأ، وإلا اليوم تعب خلي نبدأ غدوة. ما فما حتى إنسان نجح قدم في حياته بالطريقة هذه، والناس الناجحين هما اللي يعملوا مجهود بصفة يومية بغض النظر كان يحسوا في رواحهم موتيفي ولا. وهات نقولك اللي كانك تستنى الموتيفاسيون جيك باش تبدأ فإنك عمرك ماك باش تبدأ، خاطر توا اللي نعرفوه بالعلم النفسي انه الموتيفاسيون عمرها ما تجي قبل الفعل، اما الفعل هو اللي يولد الموتيفاسيون، وهذا نسميوه التنشيط السلوكي. خاطر يكفي بالرغم لا عندك لا الطاقه ولا الرغبه تعمل اي فعل وتنجح فيه وتحقق هدف صغير باش مخك يفرز هرمون الدوبامين، وهرمون الدوبامين باش يزيد ينشط لو سيركوي دو لا ريكومبونس في المخ ويحفزك باش تزيد تقدم، يعني يخلق عندك الموتيفاسيون والمومنتوم، ومن غادي يولي فما ان فينومين دو بول دو نيج، تحقق هدف يزيد يشجعك باش تحقق الهدف اللي بعده اي ان سي دو سويت. ملا خذ ورقه واكتب شنو اهدافك وقسمهم لدي سوتاش صغار، وما يهمش شنو تحس في روحك، ابدا وانجح في هدف صغير كيما تقوم الفرش وتقعد على البيرو، وتوا تشوف كيفاش تتشجع باش تتعدل الهدف اللي بعده. وعندنا ارسنال كامل متاع تقنيات اخرى باش تعاونك تخرج من الخمول والركود اللي واحد فيهم وتبدا تخدم على اهدافك وخاصه تحقق فيهم. ومرحبا باي واحد اذا كان يحب يخدم معايا باش يحقق اهدافه.